خلينا نسمعوا له هنا مقطع كنا وضعناه في فيديو قبل 10 ولا 12 سنة وضعناه ونشرناه آنذاك. باللغة الفرنسية مطلع العام 2001 بباريس واصفا عملية الإعدام خارج إطار القانون التي اقترفتها القوات الخاصة في حق المواطنين جرى اعتقالهم في مدينة الأخضرية صيف العام 1994. حدث بعدها ما يحدث بشكل منهجي مع الأشخاص الموقوفين. يطلب عناصر استخباراتنا كل مرة تعليمات من الجنرال مجاد أو من رئيس أركانه العقيد تشنغريحا. يتلقون عموما الأمر نفسه دوما أخطوه الواد وتعني خذه إلى الوادي أي قم بتصفيته وليس بضرورة عند حافة الوادي بل يمكن القيام بذلك في أي مكان. استخدم رؤساؤنا أيضا عبارات أخرى بالكاد كانت مشفرة لكي يأمروا بتعذيب السجناء بهدف الحصول على معلومات عالجوهم في أرضهم استثمار في عين المكان أو استثمروهم وبعد هذا الأمر يتم إعدامهم. ذلك المساء نحو 6:30 أخرج الملازم عبد الحق وضابطان من فوج الاستطلاع 25 الملازم منير زيان وشمس الدين سعداوي من الزنزانات رئيس البلدية والمسجونين الخمسة معه الذين أوقفوا قبله. كانوا في حالة يرضى لها مقيدين بسلك حديدي ومعصوب العيون. دفعوهم مثل ما تساق الدواب إلى المستخ في شاحنة تويوتا مغطاة وهي عربة للبلدية وليست للجيش. كثيرا ما استخدموا هذا النوع من العربات لهذه العمليات الخاصة جدا. أمروني بالخروج في سيارة جيب مع نحو 15 رجل لحمايتهم من بعيد. رأيتهم يتوقفون عند حافة وادي السر. أنزلوا الرجال الستة أجبروهم على الركوع وقتلوهم الواحدة والآخر برصاصتي كلاشينكوف في العنق وتركوا الجثث في مكانها. مؤلم. طبعا الكتاب فيه شهادات كثيرة جدا ومؤلمة جدا. وهناك كتب أخرى وهناك شهادات أخرى وهناك على هذا شنغريحا وعلى جرائمه. هذه من الصفحة 127 و128 من كتاب الحرب القذرة للملازم الأول حبيب سويدي. شوف ايش يقول. عنوان ماتوا لأجل شيء، هذه الترجمة العربية. ذات مساء من شهر حزيران 94 يعني جوان 94 أراد رئيسي العقيد شنغريحا الخروج في دورية في شوارع الأخضرية. كان مقدم في الحقيقة، لكن هما طبعا المقدم دائما ليتنون كورونيل ما يقولولوش مون ليتنون كورونيل، يقولولو مون كورونيل. فهو هنا يعتقد باللي كان عقيد فقال عقيد، لكن هو كان مقدم. يقول لك الخروج في دورية في شوارع الأخضرية، خروجه في دورية لمجرد التسكع حب يدور، أمر وارد. طلب مني مرافقته مع فصيلتي. الفصيلة في الغالب فيها 30 عسكر يعني، وأحيانا تكون نصف فصيلة يعني تكون للحراسة. أو الضباط الكبار الذين لم يكونوا يخاطرون أبدا كثيرون وهو واحد منهم، يدفع لهم كثير لكي يأمروا ونحن يدفع لنا القليل لكي نموت. يدفع لهم الكثير لكي يأمروا ونحن يدفع لنا القليل لكي نموت. أخذنا 5 سيارات تويوتا. كان قد مضى نصف ساعة على جولتنا عندما ظهر رجل في الظلمة. غادر منزله عند منتصف الليل بعد موعد منع التجول. أمرته برفع يديه وأنا أهدده بالكلاشينكوف. إلى أين أنت ذاهب؟ لأبحث أنا عواد ثقاب. أجابني برخاوة، رد عليه يعني هكذا شوية طالق روحه هذا لما رد على سويدي. خرج العقيد شنغريحا من سيارته ليرى ما يحدث. أمرني بالذهاب لتفتيش بيت الرجل، بيته. دخلت مع 5 رجال بيت المشتبه به. فجأة دوت طلقة رصاص في الخارج. خرجت راكضا، خرج يجري. كان الرجل يرقد في بركة من الدم. لقد أطلق العقيد عليه للتو رصاصة في الرأس. لقد أطلق العقيد عليه للتو رصاصة في الرأس. حاول الهرب يا سيدي، سويدية يسقسي في شنغريحا.
حب يهرب. شنقري حيرد: إنهم جميعا إرهابيون، هيا نذهب. أو قاع إرهابيين هذو، قاعد يديتيرو، قاعد يديتيرو ريس، هيا نروحوا. هاي راني نترجمها لكم لأني نتأكد قالوها بالدارجة يعني. هل أطلب سيارة إسعاف نجيبوا له الأمبيلونس؟ هيا نروحوا، هيا خلينا منه. لا لنذهب. في اليوم التالي عثر سكان الحي على جثة، يدير زوج نقاط، عمل آخر من أعمال الإرهابيين. من كان ذلك الرجل لم أعرف أبدا. هو عمل إرهابي حقيقي، لكن طبعا هما لما يخرج من بعد الخبر في الجرائد يقول لك وجد رجل مقتول قامت بقتله جماعة إرهابية. هنا شهادة لحبيب سويدية أن الذي قتله هو الفريق أول شنقريحة اللي راه اليوم فريق أول. فريق أول أربع نجوم تاع جنرال، هذه الرتبة لم تكن موجودة في الجيش تماما يعني، حتى دارها بن علي. ولما دارها وكنت أنا شخصيا يعني استهزأت بهم عدة مرات، قلت لهم بن علي خارج القانون لأنه راه فريق أول وفي الجيش يقول لك الرتبة من عريف إلى فريق، والدليل أن القايد صالح لم يكن فريق أول، كان فريق. فراحوا عدلوا في القانون وده هو شنقريحة، ده رتبة فريق في 2020 ورتبة فريق أول في 2022، يعني ما بين رتبتين كبار خداهم في سنتين. هذه شهادة مكتوبة، وننصح لمن يريد أن يعرف ما حدث أن يقرأ أيضا هذا الكتاب. يعني كاين مجموعة شهادات ومجموعة كتب، لكن هذا الكتاب فيه كثير من الأدلة يعني أنت سويدية.